كابتن ربيع ملتزم خلقيا، ملتزم مع اللعيبه، راجل عنده خطوط حمراء ما ينفعش حد يعديها، لكن الغريب جدا ان كابتن ربيع ياسين بيعرف يتعامل مع شخصيات كتير من المدربين الاجانب ما عرفوش يتعاملوا معاهم. يعني منتخب 93 كهربا وصالح جمعه، كهربا وصالح جمعه الوحيد اللي عرف يتعامل معاهم نفسيا في مصر الكابتن ربيع ياسين. مدربين اجانب جم مسكوا الاهلي ومسكوا الزمالك ما عرفوش يتعاملوا مع كهربا وصالح جمعه. كهربا عنده بعض المشاكل اللي واجهته في نادي الزمالك، كمان في النادي الاهلي شويه يعني مش بيشارك بصفه اساسيه. نفس الكلام صالح جمعه مستبعد تماما من حسابات فايلر، نفس الكلام مع مارتن نصارتي. كابتن ربيع ازاي بتعرف توازن ما بين تخلي اللاعب يعمل لك كل اللي انت عايزه وفي نفس الوقت تحافظ على الشعرايه كمدير فني وكصاحب ليه؟ بص يا عمر، اول حاجه الواد الصغير لازم اللي يتعامل معاهم يكون بحجم النجم، الاعمار الصغيره، مدرب وقدوه طبعا وعنده تاريخ. الولد الصغير لما بيلاقي المدرب عنده شخصيه وعنده تاريخ يا عمر وعنده فنيات، عنده فنيات فنيات، انا احب المدرب الشاطر. كل ده خلي بالك بيبقى في عين الولد الصغير، لان ما شاء الله التكنولوجيا دلوقتي لعبه في دماغهم وبيقعدوا ما شاء الله يخشوا يعرفوا ويعرفوا المدرب كويس من المدرب مش عارف ايه، انت عارف الحاجات دي كلها. زائد انا قلت لك حاجه دلوقتي يا عمر، انا ببقى مدرب ليهم في الملعب، بخرج بره الملعب، في اوقات لازم اكون اب، في اوقات لازم اكون صديق، في اوقات لازم اكون شديد، فانا مقسم وانا اعرف انا اتعامل ولازم اتعامل ولازم انزل الاربع خمس حاجات دول. الولد قدامي بيبقى من 9 لـ10 مرات في اليوم يا عمر، لازم ما ينفعش اشوفه في 120 دقيقه بس بتعمل، لا، طول ما في معسكر قدام عينيا بنصلي مع بعضينا، خد بالك، بناخد 3 وجبات مع بعضينا، افطار غدا عشاء لازم اكون موجود متواجد معاه، في محاضره، خد بالك، في 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 بقرب منه قوي يا عمر، بقرب منه جد واقعد بقى اجيبه، وبعدين بساعده جامد جدا، بقرب منه بساعده. واحد عنده مشكله في الجامعه يا عمر، عنده مشكله في البيت، واحد والده ووالدته، ما انت لما تعمل الافعال دي كلها وتخش البيت نفسه للعيب هيعتبرك كل حاجه ليه خلاص انتهت، اللي انت عاوزه هتاخده. صالح جمعه متعب؟ صالح مت صالح جمعه مش يعني اللي انا شايفه ان هو مش موجود، لكن متعب. انا متعب كان متعب معاك؟ لا طبعا يعني انا بتكلم يعني ان هو طباعه كان صعب انك تقنعه او ان انت كنت كابتن بتلاقي نفس الصعوبات اللي ممكن مدرب يواجهها مع صالح دلوقتي؟ خلي بالك سنه كان 18 سنه معايا، يعني اذا انا واخده 16 17 18 19 طب ما ده اصعب. طب ما اصعب، انا بقول لك سنه كان صغير، فالطبيعي السن ده يبقى يا عمر متعب جدا جدا، فانا لازم اعرف انه متعب جدا. امال انا هتلاقي الولد قاعد كده يقول لي حاضر ونعم؟ لا، اللي اقصده دلوقتي بقى 26 سنه 27 سنه، يعني دلوقتي وصل للنضج، يعني تعامله لازم يكون اسهل، لكن انا الاصعب في نفس الوقت انا بدخله من سكك لازم يطوعني فيها. اولا ما غابش ولا تمرين، ما غابش ولا مباراه، وكان نجم في افريقيا وخد احسن لعيب في افريقيا، واخد بالك يعني هو، وفي نفس الوقت ايه مشاكله ولا مشكله عملها لما خرج شويه في نهائي افريقيا ولقيته، قلت له صالح التزم من عندي ماتش، وقمت له خلاص دخل الاوضه قفل على نفسه شكرا يعني التزم. صالح ايه مشكلته او تنصح بايه المدربين اللي بيتعاملوا مع صالح جمعه وبيفشلوا في التعامل معاه؟ هل صالح جمعه من اللعيبه اللي بيحبوا التعامل النفسي ولا التعامل الفني، ولا هو ليه سكه احنا ما نعرفهاش وحضرتك بس اللي تعرفها؟ التعامل النفسي مفيش كلام يا عمر. هو ما انا مع احترامي الشديد ليه المدربين بياخدوا ارقام كتيره جدا عشان يمرن ويروح؟ ما ينفعش خالص، لازم تقعد مع اللعيب وتقرب من اللعيب وتجيبه قبل التمرين وتقعد معاه وتقعد، انت جاي منين؟ انت اخبارك ايه؟ عملت ايه؟ في حاجه؟ في حاجه مضايقاك؟ بس ده الشغل يا عمر، شغل المديرين الفني دلوقتي وشغل الكوره يا عمر بالاحتراف وبالارقام الكبيره دي، لازم المدرب يقعد طول اليوم في النادي، طول اليوم في النادي يقعد يبحث. احنا عندنا مشاكل كتيره جدا في ايه؟ في طرق، في ممكن تكون جاي واخد بالك عنده ظروف، عنده مشاكل في البيت، عنده والده، عنده والدته، عنده اخوه، عنده خد بالك واحد في الطريق قبله تلفظ عليه، فلازم يقعد معاه المدرب ويقعد خد بالك وياخد وقرب منه ويفوقه ويبقى في ظهره. عندنا بقى مشكله كبيره جدا، لازم تشوف طول اللعيب ما بعيد يا عمر، لازم يبقى في ظهره. احنا عندنا برضو اللعيب اللي في الصوره هو اللي فيه اللي على لكن لا العدل والشغل يبقى مع ال 25 لعيب او ال 30 لعيب. صالح جمعه انا من وجهه نظري لعيب كبير جدا بحجم اللعيب الكبير النجم المهاري العالي اللي ممكن يبقى بلاي ميكر